الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله جل وعلا مخاطبا عباده: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أي نفسي، أوحي إلي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. عباد الله، من المسائل التي شغلت الناس قديما وحديثا مسألة الرزق، حتى باتت هذه القضية شغل الناس الشاغل، فمن أجلها ضيعوا الأعمار وعصوا الواحد القهار وارتكبوا المعاصي والآثام والموبقات والكبائر، وتحاسدوا وتناجشوا وغشوا وفرطوا في الأعراض وانتهكوا المحارم. كل ذلك من أجل أن يحصل أحدهم على رزقه. ومنهم من يكدح ليلا ونهارا ثم لا يحصل من ذلك إلا على الشيء القليل. ومنهم من وقع في الشرك عياذا بالله بسبب الجهل بما يتعلق بالأرزاق. فمن أراد أن يوسع الله عليه في رزقه فليتب من ذنبه وليستغفر ربه وليكثر من الاستغفار، فإنه من أعظم أسباب إذهاب الحاجة والافتقار. اللهم اهدنا سبل الهداية والرشاد، وجنبنا طرائق الغواية والفساد، ووسع لنا في أرزاقنا، إنك سميع عليم. اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك في صهيب، آمين، وأن يزيده من فضله، آمين، وأن يبارك في والديه، آمين، اللذين يعني حرصا على أن يكون كذلك. والحقيقة يعني أنا أتذكر في هذه اللحظات الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما كان في المدينة النبوية بعد خروجه من مكة لطلب العلم، كان في مثل هذا السن. ولما قدم على الإمام مالك وقال له: ابتغي من يقرأ لك، قال: أنا أقرأ. فظن الإمام مالك أنه سيقرأ من كتاب، فإذا هو يقرأ الموطأ من الحفظ من صدره. وتعرف مجلس الإمام مالك كم كان فيه من هيبة ووقار. فأسأل الله عز وجل أن يجعل صهيبا كسلفه الإمام الشافعي رحمة الله عليه. حقيقة بداية جيدة ممتازة ومظهر ممتاز،
والعناية بألفاظ الحديث أيضا ممتازة، فضلا عن ألفاظ القرآن الكريم. الانتقال ما شاء الله يعني موفق ممتاز. الصوت كأن الله عز وجل خلقه لهذا، فأعمل فإن كل ميسر لما خلق له، فكأنه خلق لهذا. أما اللغة فإحنا نحن كلنا فيها سواء. السلاسة في الانتقال من فقرة إلى فقرة ما شاء الله يغبط عليها ويدعى له بالتوفيق والسداد. الإشارة وخاصة في البداية يعني كانت إشارات موفقة، أسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله. هنيئا لوالديه وهنيئا له، أسأل الله عز وجل لنا وله الثبات والمزيد. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بارك الله بولدنا الحبيب، وبارك الله بوالديه. أضيف إلى ما تحدث به شيخنا، الثقة بالنفس وعدم الارتباك، كذلك حسن التأثير، الارتجال، حسن الاستدلال. بارك الله فيكم جميعا كذلك إن شاء الله. تسابق طبرك شحالة، شحالة محمد شحالة، شيخنا شحادة محمد شحادة، شحادة محمد شحادة. عليكم السلام. جاهز؟ جاهز.